لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الديانة، كتاب الديانة، قال: باب دية الأصابع. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. لأن البعض بيقول منافع الإبهام إيه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء. حدثنا محمد بن الشرق قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذه وهذه سواء. قال ابن حجر: قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قلت: وبه قال جميع فقهاء الأمصار. كان فيه خلاف قديم، فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر في الإبهام 15، وفي السبابة والوسطى 10، وفي البنصر 9، وفي الخنصر 6. إسناد صحيح إلى ابن المسيب، لكن لا هو لم يروي عن عمر متصلا، ومثله عن مجاهد، وفي جامع الثوري عن عمر نحوه وزاد. قال سعيد المسيب: حتى ودد عمر في كتاب الديات لعمر بن حزم في كل إصبع 10، فرجع إليه. رواه عبد الرزاق. قلت: وكتاب عمر بن حزم؟ أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمر بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول، العقول هي جمع العقل، الديات يعني، أن في العشر 100 من الإبل. عشر يعني هو يقول في الموطأ أن في النفس 100 من الإبل، يعني العشر معناها العشر أصابع. قال: وفيه وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل إصبع مما هنالك 10 من الإبل. وهذا حديث ظاهره الإرسال، لكن قد تلقاه أهل العلم، قد تلقاه الصحابة بالقبول. هو حديث حسن ووجادة صحيحة عمل بها الصحابة رضي الله عنهم. صحح الحديث أبو حاتم ابن حبان، وممن صححه أيضا الحافظ أبو بكر البيهقي. وروى بإسناده عن أحمد بن حنبل فقال: أرجو أن يكون صحيحا. قال البيهقي: قال عبد الله بن محمد البغوي: هذا مجود الإسناد. قال يعقوب بن سفيان الحافظ: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ترجع إليه ويدعون آراءهم. وقال الإمام الشافعي في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن عبد البر: كتاب عمرو بن حزم كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرته عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. زي ما شفنا عمر رجع إليه لما وصل إليه الكتاب، وصله أبو داود في المراسيل والنسائي من وجه آخر
عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده مطولا، وطبعا المعروف أنه عن أبيه فقط، أعله أبو داود النسائي، بس قلنا ده متلقى بالقبول فعلا. أنا مع إثبات هذا الكتاب وهذا الحديث وغيره. الحديث اللي فيه عشر الإبل، لا ده الكتاب كله فيه حاجات كتيرة، ومنها لا يمس القرآن إلا طاهر. أخرج عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه في الإبهام والتي تليها نصف دية اليد، يعني دول الإبهام الوسطى نصف دية اليد، يعني كام؟ 25، وفي كل واحدة 10. أخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد نحو أثر عمر، إلا أنه قال في البنصر 8 وفي الخنصر 7. ومن طريق الشعبي، كنت عند شريح فجاءه رجل فسأله فقال في كل إصبع 10، فقال سبحان الله، هذه وهذه سواء؟ الإبهام والخنصر، كان يستنكر. قال ويحك، إن السنة منعت القياس، اتبع ولا تبتدع. أخرجه ابن المنذر وسنده صحيح. ودي مسألة مشهورة قوي، يعني طبعا السبابة عند مثلا الموسيقيين مثلا الطريقة بقى العقلية، يقول لك لازم نشوف بيشتغل ايه، الحائك مثلا خياط صوبة، دي بعد ما تنفعش، اكتر حاجة تنفعه ليه؟ السباب والابهام والسبابة، هذا ليس له اعتبار عند العلماء كافة لصحة الحديث، واذا صح الحديث فهو مذهبي. أخرج مالك في الموطأ أن مروان بعث أبا غطفان المزني إلى ابن عباس ماذا في الضرس، فقال 5 من الإبل، قال فردني إليه أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس، عشان دي فيها 5 من الإبل ودي اللي في الوش، فقال لو لم تعتبر ذلك إلا في الأصابع عقلها سواء. الشرع جاء بذلك، يبقى الضرس فيه 5 من الإبل. هذا يقتضي أن لا خلاف عند ابن عباس ومروان في الأصابع، وإلا لكان القياس المذكور في القياس المذكور نظر. قال الخطابي هذا أصل في كل جناية لا تضبط كميتها، فإذا فاق ضبطها من جهة المعنى واعتبرت من جهة من حيث الاسم فتتساوى ديتها، وإن اختلف حالها ومنفعتها ومبلغ فعلها، فإن للإبهام من القوة ما ليس للخنصر، ومع ذلك فديتهما سواء، ديتهما سواء عشان الحديث. ومثله في الجنين غرة سواء كان ذكرا أو أنثى. وكذا القول في المواضح، هي في الواضح ولا عندنا المواضح التي اللي هي الواضحة التي تظهر العظم. عمرو بن شعيب عن أبي جدي قال في المواضح 5 من الإبل ديتها سواء ولو اختلفت في المساحة، يعني واحد واخد 15 غرز يقول لك عدد الغرز كام، العبرة انها وصلت لفين، وصلت للعظم ولا لا. وكذا الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض، وديتها سواء نظرا للاسم فقط، نظرا للحديث في الحقيقة. وما أخرجه مالك في الموطأ عن ربيعة سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة، قال 10، قلت ففي إصبعين، قال 20، قلت ففي 3، قال 30، قلت ففي 4، قال 20، قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، نقص ديتها، قال يا ابن أخي هي السنة، لكن هذا مرسل لو صح أنه في حكم الرفع فهو إيه؟ مرسل، هذا لا يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فإنما قال ذلك لأن دية المرأة نصف دية الرجل، لكنها عنده تساويها فيما كان قدر ثلث الدية فما دونه، فإذا زاد على ذلك رجعت إلى حكم النصف. الأقرب أن تكون على النصف على الدوام.
احنا ما عندناش مانع نخالف العقل والقياس اذا ثبت الايه الحديث، لكن اذا لم يخالفه فلا بد ان نلتزم بالايه بالعقل والقياس، القياس الصحيح. اصبع المرأة خمس. قال ابن بطال: ثبت في كتاب الديات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لآل عمرو بن حزم انه قال: في اليد 50 من الابل. في اليد لما تقطع من الكف يعني، وتقطع من الرسخ، طب لو تقطعت الصوع بس يبقى فيها 50. طب ودول يعني دول تبع الكف كلها، اذا زالت ففيها اضافة الى ديات اليد حكومة اذا اخذ الجزء من الساعد. يقول: وفي كل اصبع 10 من الابل. واجمع العلماء على ان في اليد نصف الدية، واصابع اليد والرجل سواء، وعلى هذا ائمة الفتوى، ولا فضل لبعض الاصابع عندهم على بعض. يعني اصابع الرجل كده برضو الصبع الواحد في 10 من الابل. ايدين ورجلين زي ما يكون لو قطع له اصابعه كلها ايديه ورجليه يبقى 200. يقول: وقال ابن المنذر: روينا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود وزيد بن ثابت. وجاءت روايه شاذه، روايه شاذه عن عمر بن الخطاب وعروه بن الزبير اللي هو سبق ذكرها بتفضيل بعض الاصابع على بعض. عن سيد المسيب أن عمر جعل في الإبهام 15، وفي البنصل 9، وفي الخنصل 6، وفي السبابة والوسطى 10، حتى ولد في كتاب الديات عند آل عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأصابع كلها سواء، فأخذ به وترك قوله الأول. ورواه جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: قضى عمر في الإبهام 13، وفي التي تليها 12، عشان قال في السبابة تليها 25 نصف الدية، وفي الوسطى 10، وفي التي تليها 9، وفي الخنصر 6. ورواه معمر عن سيدنا عروة عن أبيه قال: إذا قطعت الإبهام والتي تليها ففيها نصف دية اليد، وإذا قطعت إحداهما ففيها 10 من الإبل. ولم يلتفت أحد من الفقهاء إلى هذين القولين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. وحديث عمرو بن حزم: إن في كل إصبع 10 من الإبل. وعن الشعبي قال: كنت جالسا مع شريح الأثر السابق وقال: اتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالسنن، سواء يداك وأذناك تغطيهما الإمامة والقلنسوة وفيهما نصف الدية وفي اليد نصف الدية. لا، قلنا الكف بس، اليد يعني الكف ده اللي فيه نصف الدية، في الأذن في الأذنين الدية لو اقتلع ال السمع. لا، لو السمع لوحده فيه الدية في كل عضو. لو فقد السمع بالكلية يبقى فيه الدية، لو فقد سمع نصف الأذن يعني سمع وأذن واحدة يبقى فيه نصف الدية. الذراع قلنا فيه حكومة بقى، يعني فيه من هنا غير من هنا، في من قطعة هتزيد عن نصف الدية حكومة. مين اللي قدر؟ الحكومة قديما كانوا يقدرون الشخص كعبد، ثم ينظرون إذا بيع ناقصا بهذه الصفة كم ينقص، يقوم يحسبوا النسبة دي إلى الدية، يحسبوا النسبة من القيمة. دلوقتي مفيش عبيد عندنا خالص، فتبقى الحكومة مبنية على نسبة العجز. عجز نسبة العجز طبيا في الطب الشرعي في الحاجات اللي ما وردش فيها نص. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.